أنا أشكرك دكتور. حاضرين إحنا. والله يعني هذا موقفكم ما أنساه. أبداً ما في داعي. والله أنا جاي متعنيكم من الفلوجة. دلل. وجهود القناة المشرفة هاي اللي وصلتنا ووصلت الطيبين إن شاء الله بجهودك الطيبة. ما نحكي. وأريدكم إن شاء الله توقفون كل واحد يعني الأمور التعبانة، لأن هاي أصبحت العراقيين هسه حالياً أمورهم تعبت من الأمراض وغيرها والأمور اللي مرّم فيها الحياة. حاضرين. وأنا أشكرك دكتور فراس والله يبارك فيك. الفلوجة وغير الفلوجة. الله يبارك فيك. أنا أشكرك. الدلل. الله يبارك بعمرك دكتور جزاك الله خير. يعني صراحة احنا وصلتنا مناشدة عن طريق المنظمة وبرنامج الرحمة والإنسانية عن طريق هي المناشدة وصلتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. المريضة من المريضة رسمية من الفلوجة محافظة الأنبار، وتم إيصال المناشدة لنا وإحنا تكفلنا بعلاج المريضة، عملية قص المعدة تكميم المعدة بالناظور، وتكفلنا بجميع الإجراءات من الألف للياء، تحاليل، استشارات، سونار، جميع الإجراءات العملية، تكاليف العملية وبعد العملية في مستشفى الحياة الأهلي مجانا. ورسالة نوصلها لبرنامج الرحمة والإنسانية وكل إنسان موجود بالعراق يدللون وحاضرين إحنا، يعني مو بس عمليات تكميم المعدة، أي مريض محتاج أي شيء تليفوننا موجود يومكم، وسائل التواصل الاجتماعي موجودة مو بعيدين عليكم إحنا، سواء بالأنبار أو بالمحافظات الجنوبية أو بالمحافظات الشمالية تدللون حاضرين إحنا. دكتور شلون شفت الحالة وبمن اتصلت؟ يعني احنا عن طريقك احنا وصلنا التليفون، وصراحه يعني برنامج الرحمه الانسانيه اكو نقطه مهمه بموضوع الملحه، يعني احنا ايش قد ما احنا يعني مثلا نقول يا ابو باكر هو يحاول قدر الامكان يمشي الموضوع. دكتور الانسان دكتور دير بالك على المريضه، التوصيات اللي جت عن طريقكم هوايه، ويعني يلحون ان في مصلحه المريض دائما، انه دكتور مشي الموضوع، دكتور لا تنسانه، حتى نحاول مثلا نقول يابا صحيا اجل المريض، لا دكتور رجاء بلكت مشينا الموضوع من وقت، يعني قصدي انه الملحه هاي مالتكم فادت المريض، انه من وقت احنا حاولنا نمشي المريضه. هي هم عندهم معاناه دكتور. اكيد المريضه هي يعني عمليات تكميم المعده او قص المعده بالناظور، هي مو عمليات تجميليه تعتبر، هي عمليات علاجيه، اكيد المريض تعبان، المريض ما يقدر يتنفس، المريض ما يقدر يمشي مسافات، ألم المفاصل وغيرها، هاي الإجراءات هي اللي تجبر المريض يسوي هيك عمليات، هي مو عمليات تجميلية واختيارية، لا عمليات إجبارية. يعني الأمراض السمنة الموجودة اللي هم سببت لها آلام المفاصل، صعوبة التنفس، صعوبة النوم، ما تقدر تمشي مسافات، ارتفاع الضغط، هاي كلها الأشياء هي السمنة مسببت لها. إن شاء الله بعد العملية ورا ما راح يخف وزنها، راح تكون هاي الإجراءات تفيدها كلش في ممارسة حياتها الطبيعية. وان شاء الله هسه احنا راح نطب على العمليه، يعني راح يبدي التخدير، وان شاء الله فد يعني فد مده بسيطه وتطلع المريضه، وان شاء الله باكر ترجعون للفلوجه وتدللون. سلمونا ورحم الله. حاضرين دللنا.
والحمد لله وشكر هاي شده وخلصت ان شاء الله. اي والله طيب جهود رب العالمين وشيء اكيد جهود الناس اللي حقيقه وقفت ويانا وانتظرت اللحظات والساعات اللي هي كانت داخل صاله العمليات. الحمد لله والشكر خلصت امنا واختنا العراقيه ام محمد من هذه العمليه، رغم كان توتر وكان قلق، لكن بفضل رب العالمين بجهود دكتور فراس بجهود المستشفى اللي هم تنازلوا عن اجورهم. دكتور فراس تنازل عن اجوره، لكن انت اليوم تحس نفسك سعيد. شلون لما تحس نفسك انت مقدم شيء؟ العائله عراقيه، الام عراقيه، الاخت عراقيه، تحس نفسك انت كلش مرتاح. فنتمنى يا رب الصحه والعافيه لاهلنا وناسنا العراقيين.